صباح الخير مشاهدي ومتابعي قناة الديار الفضائية بفقرة جديدة من فقرة الأبراج لهذا اليوم. ويانا أول برج لهذا اليوم يقول برج الميزان: تتردد بعض الخصوصية العديد من القرارات عند المساء وتحتاج لشخص تثق في رأيه ويشاركك في تحديد موقفك اتجاه بعض الأمور، ونفقاتك في حاجة لترشيد، وحاول وضع الفترة المقبلة نصب وعينيك حتى لا تقع في ضائعة مالية. وأيضا توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب لهذا اليوم يقول: لديك حقوق عديدة تهمل الحصول عليها اليوم، وتفضل الهدوء وعدم الدخول في خلافات مع المحيطين بك. ربما تشهد الفترة المقبلة تغيرات في شخصيتك، فأحرص على الاحتفاظ بالصفات الجيدة التي تميزك من غيرك. وأيضا توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور لهذا اليوم يقول: تفقد تواجدك وسط العائلة وترتب لتجمع كبير معهم خلال الفترة المقبلة. صديق مقرب في حاجة إليك فلا تنشغل عنه. عند المساء لديك سهرة مختلفة تجدد فيها نشاطك وتلتقي بأصدقاء قدماء. وأيضا توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد لهذا اليوم يقول: يتوقع خبراء الفلك أنه يدخل حياته شخص ما يعيد التوازن بها ويجدد نشاطك وحيويتك بدلا من الهروب المستمر من متاعب الحياة الذي تقوم به عن طريق النوم. وأيضا توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت لهذا اليوم يقول: الفترة المقبلة مليئة بالتحديات، فأما أن تثبت ذاتك قبل الجميع أنك شخص مسؤول وقادر على تولي أمورك، وأما تظل في نظر الجميع شخصية اعتمادية غير قادرة إلا على الكلام وليس الأفعال. وأيضا توقعات علماء الفلك لهذا اليوم يقول: لبرج القوس، يتوقع علماء الفلك أن برج القوس أنه يساري على الأمور العالية التي سوف تصب حياته على المستوى العاطفي بسبب اقتحام أحد الأشخاص غير الطبيعيين لها ومحاولة تشويه العلاقة الأسرية مع الزوجة والأبناء، فكن حذرا مع الخبثاء. وأيضا توقعات برج الحمل لهذا اليوم يقول: من المرجح أن تكون متقلب المزاج اليوم، ولن تكون حتى قادر على تفسير سبب شعورك بالانزعاج كيفية تغيير الوضع الحالي.